الآن فتن متنوعة، فتنة المال، ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم لكل أمة فتنة وفتنة أمتي في المال، كما عند الترمذي. المال فتنة، الشهرة فتنة، تعظيم الناس لك فتنة، قضاء حوائجك من الناس فتنة، حتى من دقائق الرياء. كان بعض العلماء، انظروا، كل ذلك محافظة على دينه، محافظة على دينه، يخشى أن يدخل في دينه أجزاء دقيقة من الرياء من حيث لا يشعر. كان لا يذهب يشتري من ذلك المحل. قال له لما؟ قال لأنه يعرفه، لأنه عالم. قال فأخشى أن يحابيني من أجل علمي، لأني لوني شخص عادي باع لي مثل ما يبيع للآخرين. انظروا دقائق. أيضا من الدقائق، بعض الناس ولو كان طالب علم، يعني إذا ما فسح له في المجلس، صدر المجلس، يمكن يأخذ في نفسه. هذه فيها حظ من النفس. يعني لماذا أنت ما قلت في نفسك لماذا لم يفسح لي إلا لأنك ترى أن لك مكانة بماذا؟ بهذا العلم. فانتبه في دقائق معينة. ولذلك صدق النبي صلى الله عليه وسلم قال الرياء أخفى من دبيب النمل. دبيب النمل، هل النمل له أثر حتى على التراب؟ يمكن يكون له أثر، لكن يقول أخفى من دبيب النمل على الصخرة الصماء. صخرة صماء، هل يمكن أن يكون هناك أثر للنمل على هذه الصخرة الصماء الخالية من التراب؟ لا. انظروا الرياء، الرياء أخفى. انتبه.